ديربي بجدة، طموحات متباينة بين فريق يبحث عن لقب وفريق آخر يبحث عن مراكز الأمان. يستضيف الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الاتحاد في 9 مساء من يوم السبت ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. لقاء الذهاب انتهى بانتصار الاتحاد بهدفين دون مقابل. استمر اللعب بعد ذلك بركنية محاولة بالراس، الله حجازي. يدخل الاتحاد اللقاء متصدرا للدوري ب48 نقطة من 20 لقاء وبخط هجومي ودفاعي هما الأقوى في الدوري. الاتحاد لم يخسر منذ 11 لقاء في الدوري ب10 انتصارات وتعادل وحيد أمام التعاون كسرت به سلسلة الفوز لكونترا. وعن تعادل طعم الخسارة بالنسبة لنا، بس طبيعي في وضع الدوري أكيد بتتعادل وإن شاء الله الجاي يكون أحسن بإذن الله. كونترا تطمن على جاهزية زياد الصحفي وعمر هوساوي ومهند الشنقيطي مع انتظار إشارة الطاقم الطبي لكورنادو بالمشاركة من عدمها. مباراة مهمة ضد شقان نادي الأهلي، إن شاء الله إن شاء الله نحاول نكون مركزين وبإذن الله نظفر ب3 نقاط لأنها بتودينا البعيد بإذن الله. المستضيف الأهلي يدخل اللقاء وهو لم يخسر في الدوري منذ 6 جولات إذ انتصر في 2 وتعادل في 4. أليوسكي عدلها الأهلاوي. هاسي لم يكن مقنعا طيلة الموسم، فالأهلي في المركز 9 في الدوري ب25 نقطة من 21 جولة بالإضافة إلى خروج الأهلي من الكأس في ربع النهائي أمام الشباب. انتظار جونيور شبابية. الديربي على الورق فنيا وعناصريا تميل الكفة للاتحاد، ولكن للاعبي الفريقين دوافع قوية تجعلهم يقاتلون حتى الدقائق الأخيرة. الاتحاد يرغب ب3 نقاط ليزيد من صعوبة اللحاق به، أما في الأهلي فقد تكون نقاط الاتحاد معنويا لها فائدة أكبر، فهي تعني أن هناك تحسنا ولو كان طفيفا. في كل جولة لنا ديربي أو كلاسيكو يفي بالإثارة والمتعة الكروية ليعكس ما وصلنا إليه، ولقاء السبت سيكون أحدها.